ريم في حلقة الليلة كتقاسم معنا واحد الفوكونت اللي تقدر تكون الضحية ديالو اختك، صاحبتك، ولا ربما حتى انتي. فوكونت اللي طاقت فيه حيتاش غادي يجيها في واحد الفترة اللي كانت مهرسة فيها، واللي غادي يعود لها الأحاسيس المفقودة عندها، غرقت معاه لدرجة أنه حلمت معاه بعيد، إلا أنها غادي تكتشف ما لم يكن في الحسبان. حكاية الليلة عودة سالية بحرقة لكن عبرة لكل بنيتها. ما تمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه، احوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار داك البنات بغيت نقول لكم ما شاء الله شحال من وحده شاركت فيكم في الجيف واي، وشحال من وحده فرحات وخلات لي تعليق لهم زوينه كتشبه لكم. هادشي باش نقول لكم بلي انه حنا عائله وحده، والدار داركم. شكرا على مدحكم وادبكم وحتى طيبوبتكم. ان شاء الله ما غاديش يكون اخر جيف واي، غير هو اللي مازال ما شاركاتش تشارك في الفيديو اللي حطيت لكم تاع ول البارحين، والنتيجه ان شاء الله غادي نعلنها يوم الاثنين. فما تبخلوش على هذه القناه بانكم تخطوا على زر الاعجاب لتحت لما تكلفكم حتى شي مجهود باش تخليوها تبان عند ناس وحده اخرين، ويستافدوا الناس وحده اخرين من هذه الحكايه والعبر ديال الناس. وما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ريم من عائله محافظه، كنسكنوا في نواحي نتا واحد المدينه اللي هي كبيره. من الناحيه الماديه ما عندناش وما خصناش. الاب ديالي ديال ديك المنطقه اللي حنا ساكنين فيها، اما الام ديالي فهي ربة بيت. عندي زوج ديال خواتاتي وانا هي الصغيره فيهم، وانا هي الوحيده اللي قدرت انني نكمل قرايتي. خديت الباك ديالي في 2016. باش نكون معكم صريحه، في صغري ما كنتش مرتاحه بزاف، لانه الام ديالي كانت واحد شويه سلطويه وما كانت فاهموش بزاف مع بعضياتنا، ما كانتش حنينه فيا. واخا كتحاول وكدير بزاف ديال الحوايج على قبلي، ولكن اللي كنت كنتسنى منها عمرني خديته. ولكن انا سنقول مسكينه معذوره، انا عارفه بلي انه عندها ظروفها اللي خلاوها انها تكون بحال هكاك. ما عليناش، وسط عائلتي الصغيره الاب ديالي هو اللي كان حنين فيا. المهم من بعد ما خديت الباك ديالي مشيت للجامعه، ولكن ما كانش شي توجيه اللي هو صحيح اللي نقدر نعرف شنو غادي ندير فيه وشنو غادي يليق ليا. ديك الوقت ديال الجامعه دازت من بزاف ديال الظروف اللي كانت صعيبه بزاف، غادي يطراو شي امور اللي اثروا عليا بزاف. وليت انسانه اللي عندها شخصيه ضعيفه، ما كتقدرش تثق في راسها. كنت وسط واحد الحاله اللي هي خايبه بزاف، كنجي لافاك ما تنقراش، وتنبقى غير كندور مع البنات بحال كنقلب على راحتي، وما كاينش اللي يراقبني بحكم انني كنت ساكنه في واحد المدينه اللي هي قرويه. ومن بعد تحولت للمدينه، فوليت كنخرج وكنمشي وكنجي وكنقرا بوحدي. فتحلوا لي عيني على بزاف ديال الحوايج اللي يا ريت لو كان ما تحلوش. فهاد الوقت اضطريت باش انني ناخذ دوايات ديال الاعصاب بسبب حوايج اللي خايبين درتهم، اللي حتى هما عندهم جانب خايب في القصه. كنت كنتقاتل باش نتسمى بلي انني راني نجحت، واخا ما كنتش كندخل. بقيت غاده في 2017 بقيت في لافاك، ولكن مشيت نقرا كمضيفه طيران. بقيت غاده في الروتين ديالي، وكاي مراهقه تنخرج وتندير علاقات مع بزاف ديال الحوايج. ولكن على العموم ما طراوش شي احداث اللي هما مهمين في هذه المرحله، الى ان وصلت 2018 اللي فيها غادي نتعرف على واحد الدري في الفيسبوك. هاد الشاب اللي تعرفت عليه داير في البروفيل ديالو سعد الماجدي. غادي ندخل البروفيل ديالو، كيبانوا ليا التصاورات زوينين، وكيبان ليا بلي انه حتى هو مرتاح ماديا. هو اللي غادي يجبدني في الهضره، وبدا كيهضر معايا وكنت كنجاوبو. كان تيهضر معايا بواحد الطريقه اللي صعيبه ولا مستحيل باش انك تقاوميه، خصوصا وانا في ديك الوقيته كنت بوحدي، ما كنهضر مع حتى شي حد في دارنا، وكبره في عيب وفي حشومه، وماما ما كتقبلش انني نهضر ليها في حال هاد المواضيع. يعني اي حاجه كنت كنديرها تنديرها غير ما بيني وما بين راسي. بقيت كندوي انا وياه، ونهار على نهار كنتشبت به اكثر. عطاني الواتساب ديالو وبدا كيصيفط لي تصوراته. الحاجه الغريبه انه عمرني ما شفت وجهه مباشره في مكالمه الا بالصوره. هو كان كيشوفني وانا ما كنتش كنشوفه. شنو كان تيطرا وكيفاش كان تيقنعني ما عرفتش انا. المهم هو كان تيقنعني بطريقته، بدا كيلعب ليا بالنفسيه ديالي لدرجه ولينا كنهضروا النهار كامل والوقت كامل. قال لي بلي انه خدام انجينير في مطار ديال مراكش، وبلي انه هو من ديك المدينه وبالضبط ساكن في كيليس. المهم فاش كنبقى لاصقه بغيت نشوف كيصيفط ليا نفس التصاور نتاع داك الشخص اللي في البروفيل، صافي انا وليت مدمنه عليه. كنهضر غير معاه وبيه وقتي كامل ديالو، وانا تنقرا حتى ولا كيعرف عليا الصغيره والكبيره.
داز بزاف ديال الوقت على هاد الحال. من بعد بدا كيطلب مني شي حوايج، نصفت ليه تصاوري اللي كانوا مخلين للحياه، نهضر معاه وانا شبه عاريه، واذا رفضت كان تيعاقبني في انه يقطع معايا الهضره او لي بلوكيني. وراكم عارفيني حيت وليت مدمنه عليه، ما نقدرش ما نهضرش معاه، وليت مرتبطه بيه لواحد الدرجه اللي هي خياليه، خاصو ندوي معاه وصافي، وقتي كامل يكون ليه وهو كذلك. انا غادي نخليه انه يمشي يدوي مع ماما، وكانت اول مره غادي نجرأ على هاد القضيه لانه قنعتها بلي ان هاد الشاب راه بغاني المعقول، وحنا راه في مرحله التعارف وضروري خصك تهضري معها ماما. كانت كتدوي معاه ولكن وجهه ما كتشوفوش، وما كانوش عارفين بلي انه حتى انا ما كنشوفوش. بقينا على داك الحال لمده عام. في واحد الوقيته زيرته ببساطه لانه البنات لعبوا ليا بدماغي وبداو تيقولوا ليا ياك ما مزوج ياك ماشي حاجه، فانا وليت كنلح عليه باش انني غير نشوفه وخلاص. السيد كان رافض، وفاش كيرفض تيقطع معايا الهضره، وانا ما نقدرش انني نصبر على هذه الحاله. وباش نقول لكم بلي انه هذا السيد راه مثقف لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. اذا كنتي كتهضري معاه تقولي انا ولا انت اللي ما قارياش وما كنعرف والو، يعني فاش ما جيتيه في اي موضوع كتلقيه وكيدوي بجميع اللغات، عنده واحد الدماغ اللي ما يمكنش، وكيهضر في الدين في اي موضوع جبتيه ليه عنده ليه جواب. تقولي ما بينه وما بين الحرام ما كاين حتى شي علاقه. المهم فاش لحيت عليه بزاف باش انا نهضروا مكالمه فيديو، كان داز بزاف ديال الوقت اللي ما عرفش واش كان تيقلب فيه على شي كذبه ولا ما عرف شنو. واحد النهار غادي يعيط ليا ويقول لي ريم واش عرفتي علاش ما تندويش معاك ابيل فيديو؟ علاش شنو كاين؟ انا غادي نعاود لك اليوم الحقيقه ديال شنو طرا وعلاش. السيد كيصيفط ليا واحد الصوره نتا واحد السيد اللي انا كنهضر معاه، اللي هو وحده فيها الشر وحده ما فيها الشر، يمكن راكم فهمتوا. قال لي واش لاحظتي شي حاجه؟ لا ما راه حتى حاجه من غير الفرق ديال الشهر. قال لي راه داز بزاف ديال الوقت وانا في السرطان تاع الدم، وهادي عام باش انا مريض. وفعلا دازت عام باش انا عرفتو، وهادي وبدا كيعاود ليا. وحيتاش انا شخصيتي ضعيفه لعب ليا اكيد بالعاطفه ديالي، حيتاش هاد المده كلها عرفني كيفاش دايره، وليت انا كيف الحمقى. ومسكين ما بقاش عنده الشعر، ياك ما ضعاف داكشي باش ما كيتقبلش باش انني نشوفه مباشره. حنا راه غير السميه ديال هذا المرض كتخلعنا، فما بالك انك تكون مريض به؟ لقى لي عذر مناسب صدقته، اللي بقيت عليه للاسف عام واحد اخر على قدو بنفس الحال. صافي وليت كنتقبل انني ما نشوفوش، راه عادي حيت دابا لقيت ليه الحل، وحتى هو لقى لي الحل باش انني نسكت لمده طويله ونراعي ليه. واذا غبر يقول لي لحق راني سخفت، راني كنت في السبيطار، راني هادي وراني هادي. طبيعة الحال كي انا كيف الدمدومه كان تيق في اي حاجه قالها ليا. انا في هذا الوقت بالضبط ساليت قرايتي ديال المدرسه ودخلت باش نقرا اجازه في القانون في لافاك، يعني واخا هادشي قرايتي ما تاثراتش. في واحد الوقيته غادي يطراو نقاشات ما بيناتنا، وهو بدا كيقلب ليا على السبه، ما عرفش كيفاش دخل الكونت ديالي ولقى واحد المحادثه ما بيني وما بين واحد السيد اللي ما عندي فيه حتى شي دخل، غير البنات هما اللي كانوا كيهضروا من التليفون ديالي، وهو يبلوكيني. انا اكثر من عامين وانا معاه، وليت كنبغي بواحد الحب اللي هو خيالي، خصوصا فاش خديت لا ليسانس ديالي، بدا كيوجد معايا لي كونكور وكنلقاه معايا، واللي ضرتني كنت نقولها ليه. وليت انسانه بلا صحاب بلا حياه شخصيه حيت وليت ببساطه مريضه به. المهم فاش طرا المشكل بلوكاني، وكان انا ذاك جاني ستاج في واحد المطار على حساب المدرسه، فمشيت وهضرت مع ديك السيده اللي هي مكلفه بينا، وقلت لها راني بعيده وكنسكن في واحد القريه حدا هاد المدينه، وراه النهار ما غاديش يقدني باش انني نبدا ستاج، حتى من بعد غدا ان شاء الله ونجيب حويجاتي ونستقر مع. كانت ظريفه قبلت بدون تردد، وانا هادشي كله درته غير خطه حيتاش قررت باش انني نمشي نقلب عليه شخصيا. جيت للدار جمعت حويجاتي وقلت لهم بلي انا غادي نبدا ستاج غدا بالصباح، وانا ما كنت غادي نبدا حتى النهار من بعد. جمعت حويجاتي وصلني بابا مسكين لغد ليه بكري، حيتاش قلت ليه بلي انه 8 خاصني نكون في المطار. جيت جمعت حوايجي وبحكم غادي نبدا داك ستاج عطوني والديا واحد البركه ديال الفلوس. شنو درت؟ غادي نقطع تيكل مراكش، وكانت اول مره غادي ندير شي حاجه بحال هكا، غادي نسافر لشي مدينه بوحدي، وبحكم انني كنت في الباديه اذا كنت كنسافر كنت نسافر غير مع دارنا. فمشيت وموقفت حتى مراكش وديت معايا واحد لاكارت سيم جديده. فاش وصلت انا ذاك تكون شي 11 ديال النهار، ركبت لاكارت سيم وصونيت ليه. الو فلان، عرفتي شكون انا؟ واش عرفتيني فين انا؟ فين انا؟ راه جيت لعندك. ما تيقنيش،
دخلت الواتساب وصورت لي راسي حدا لاكار. السيد دا كيصوني وكيخاسم، علاش جيتي؟ شوفي انا غادي ندي بلوكيك، ولكن راه ما يجي فين يوصل المغرب حتى لقاك وصلتي لمدينتك، حيتاش كنعرف بلي انه كان عندي ستاج، وبطبيعة الحال كان كيتهرب باش انه ما يشوفنيش. انا كان كل همي هو انه فرحت حيتاش غادي يبلوكيني، ودرت راسي سمعت ليه، ولكن ما مشيتش رجعت ديك الساعه، لانه كنت نحس بواحد الفراغ كبير ديال انني ضربت الطريق وخسرت فلوس، وانا ما عنديش غير باش نشوفه وغير باش يديبلوكيني. انا من قبل كنت تعرفت على واحد الدري تما اللي جا عندي، حيت كنت انا ذاك باغا غير اللي يواسيني، غير معاه من نكون، معاه من نهضر، وعلى من نشكي. داك الدري كان عارف بلي انه راني عارفه داك الدري، ولكن ما كنتش كارضه نقول ليه بلي انه راه عمرني ما شفته، حيت بنادم كيجي هاد الشيء تخربيق وما كيصدقوش العقل، بالرغم انني عشتو، حيت اللي تيكون عايش فيه ما كيدي ما كيجيب بحال شي مخدر. جا مشينا تغدينا مجموعين، ودار معايا على اساس انه غادي يمشي لدارو وياخذ شي حاجه. مشيت معاه، هنا غادي يطراو شي حوايج اللي ما كانش خاصهم يطراو. من بعد خديت التران ورجعت في حالي وبديت السطاج ديالي، ورجعنا كنهضروا، وداز بزاف ديال الوقت بقينا على نفس الحال. كيطلب مني شي حوايج داك الخليل ديالي نتاع داك الفوكونت اللي كان بحال مثلا انني نصور ليه راسي، وتطلب مني انه تكون علاقه ما بيناتنا عن بعد، هو يشوفني ولكن انا ما عنديش الحق انني نشوفه. كيطراو احداث اللي ما خصهمش يطراو حيت ما بغيتش نخسره، واذا مشيت ترفض تقطع عليا. واحد المره غادي يغبرها ليا بلا ما غادي يقولها ليا، وكانت هذيك اول مره. انا غادي نمشي نقلب على الفيسبوك ديالو، وكانت بنت ليا واحد البنت بالعاني، غادي نصيفط لها ميساج قلت لها واش انت بنت خال فلان؟ لا. علاش؟ غير غبر شي شويه وتشوشت عليه، وبغيت نعرف واش كلشي هو هذاك، ما عرفش واش قالت عليه ولا شنو، حيتاش غادي يدوز مده وغادي يعاتبني علاش هضرتي مع البنت الفلانيه. هضرت معها ببساطه لانه تشوشت عليك، وصحاب لي بلي انا وكتجيك. ايوا كون كانت شي وحده خايبه وقالت لك عليا شي هضره خايبه غادي تثقي بها، انا ما ديت ما جبت، وداز هذا الموضوع حتى هو. واحد المره ماتت واحد السيده في مراكش، قلت لدارنا بلي انه بغيت نمشي معاكم بالهاني غير باش نشوفو، ولا نوصل تما نقول ليه راني كاينه هنا. مشيت فعلا وغادا تندو معاه في الطريق عادي. فاش وصلت ما عرفتش كيفاش قلت ليه انا هنا، هو غادي يقطع معايا ديك الساعه الهضره عاوتاني حتى الليل. غير صيفط ليه ميساج ويقول ليا انا راه في السبيطار، اذا بنتي بصح في مراكش اجي عندي. وكان عارفني بلي انا ما نقدرش نخرج في ديك الوقيته، وبلي راني مسيقه بلي انه مريض. حنا انا داك جلسنا يومين تما ما هضرش معايا فيها. من بعد ما قال ليا اجي عندي غادي نهضر مع بنت خالتي بحكم انها قريبه ليا وعارفه كلشي. فمشيت انا ولوسها الصباح بكري، كان عنده موتور بحكم انه قال ليا ساكن في كليز. فمشيت لكاع الكلينيكات اللي قرابين من ديك المنطقه، قلبتهم وكنسول عليه، ما خليت حتى شي قنت. 4 ديال السوايع وانا تنقلب وكنسول، والسيد ما كاينش ليه اثار، حتى عرفني جيت في حالي عاد عاود هضر ليا، لقى ليا اعذار بطبيعه الحال ككل مره، واللي كنت يقوم انا. المهم داز داك الشيء، وقعوا شلا احداث في حياتي اللي كنت كنتمنى انه يكون معايا فيهم، حيت كنت نبغيه ولكن ما كنتش نلقاه من غير مور التليفون. فاش بديت كنتوقف في شنو انا وسط منه، كان ديك الساعه مشى الحال بزاف، وداز الوقت حيت كملت ديك الساعه 3 سنين. كنت انا داك خدامه في واحد الخدمه اللي ما فيهاش شي صالير كبير. المهم في ديك الخدمه كنت ساكنه فيها انا وبنت عمتي، اللي طلبات مني انني نعطيها الروبو ديالي باش انا تمشي تلاقى بالخالي ديالها. انا رفضت، قلت لها شوفي خلي حتى نتلاقى انا بفلان، انا بالعاني قلت لها بحال هكاك حيتاش غرت منها. هي كانت كتعرف واحد الولد كان في مدينه بعيده، وكانت يجي ديما على قبلها، فشدتني انا غيره اللي هي خايبه. انا دويت مع الخليل ديالي ولصقتو الخليل ديال الفوكونت، قلت ليه شوف ها شنو طرا وها شنو طرا. قال لي وانتي كتاثري بهم وكيفاش باغا تلاقاي بيا غير حيتاش هما غادي يتلاقاو هادي وهادي وهادي، الهضره اللي كانت خاويه. قلت ليه اذا ما كانش شي حاجه هاد السيمانه الاسبوع الجاي انا غادي نجي. فعطيت الروبو ديالي لبنت عمتي، وداز داك الاسبوع، وحيتاش انا عندي الروبو بالويكاند وبحكم انه ما بقيتش مع الدار ما كيديو ما كيجيبو، وبنت عمتي كانت كتضرق عليا، فغادي نهز البسطام ديالي وصاكي وغادي نشد التران. هو فراسو بلي انه غادي نجي اه، ولكن ما كانش عارف فوقاش، وداك النهار كنت كندوي معاه وما عطيهاش خباري. غادي نشد التران قبل ما غادي نوصل لواحد المدينه قريبه من مراكش، عيطات ليا بنت عمتي وقالت ليا باش نعرفك فين غادا صيفط ليا بعدا التصويره ديالو. صيفطها ليها
ومن بعد غادي نصيفط ليه ميساج وغادي نقول ليه فلان انا راه في التران جاي لعندك. اذا ما تلاقيناش في لاكار ولا ما شفتكش هذه غادي تكون اخر مره غادي تعرف عليها، غادي تعرف عليا فيها شي حاجه، واخر مره غادي نهضروا ونقطعوا العلاقه ديالنا. تخيلوا معايا السيد غادي يحبس من الهضره، عييت ما نصوني ليه، عييت ما نصيفط ليه في ميساجات، ما كيدخلش اصلا باش انه يشوفهم. انا من جديد غادي نهضر مع بنت خالي ومع بنت عمتي، كل وحده فيهم كانت كتقلب لي على اوتيل رخيص، اذا تزيرت نبات حيت ما كنتش معوله. هاد المشي ماشي مشيت باش انني نشوفه، ولكن مشيت باش انني نتاكد من الحقائق اللي كيدوروا لي في بالي. فاش تنقرب نزل من التران كتهضر معايا بنت خالي اللي كانت كتواصل معها واحد البنت وحده اخرى اللي عندها تصويرته. انا نزلت غدا المرحلة عزاكم الله ديال لاكار، حتى بنت خالي غادي تقول لي بلاتي بلاتي راه فلانه صاحبتي كتصيفط لي خليني نشوف شنو كتقول. غتقول لي اجي تسمعي يا ريم اشنو قالت على الخليل ديالك الصغبيه، هاد خينه راه الخليل ديال فلانه شنو، وراه قالت لي بلي انه فو كونط وبلي ديك التصويره ديال البروفيل طلعت ديال مغني اسباني. في ديك الوقيته حسيت بالدنيا وقفات، جاتني حاله هيستيريا، بقيت كنبكي غير بوحدي، تجمعوا عليا العيالات كيعنقوني تيقولوا لي مالكي واش مات لك شي حد. وصلت فعلا لواحد الحاله اللي كانت هيستيريا وغريبه، بديت كنقول ويلي واش انا دوزت 3 سنين من حياتي مع واحد كان تيضحك عليا، يعني كاع داكشي اللي داز ما بيناتنا كذوب. ما نكذبش عليكم نقول لكم انني كنت كندير داكشي بزز مني، لا كنت كندير شحال من حاجه وانا فرحانه حيت فعلا كنت كنبغيه. تما حسيت بلي انه كل شيء سالا، وتمنيت كون جا صارحني، لو كان كان شخص معاق غير يقولها ليا نتقبلو كيف ما كان، ولكن ما يديرش ليا بحال هذا البلان. انا ذاك كان 12 ديال الليل، فين غادي نمشي وفين غادي نجي؟ خارجه تنبكي وبنادم تيشوف فيا. الحاجه الوحيده اللي درت هي اتصلت بداك الدري اللي تنعرف، واخا البنات يقولوا لي من بعد هادشي اللي وقع ما خصك تثقي في حتى شي ذكر، نخلصوا لك لوطيل وسيري ليه راسك. انا تنقول لهم ما قادراش نبقى مع راسي، صونيت للدري اللي غادي يقول لي فين نمشي، وخديت طاكسي ولقيتو فعلا كيتسناني وغادي يحس بيا وغادي يعطيني وقت بيد ما وصل الصباح وغادي نرجع فحالي. اما الاخر ما صونا ما صيفط ميساج، ما عرفش اصلا اشنو درت، علما انه كان عارف بلي انني كنت في مدينتو. حتى دازت ديك الليله المشؤومه حيت ما غمضتش عيني فيها، بغيت غير فوقاش يصبح الصباح، فوقاش نمشي في حالي، فوقاش نفيق من ديك الحلمه. كنت كنتخيل بلي انني مرتو وبلي اننا غادي نكملوا بزوج ونكونوا عائله مع بزاف ديال الحوايج. ها هو جا الصباح، ها هما غادي يوصلوني مساجات من عنده، فيهم تيقول لي سمحي لي بزاف راني في الاول بديتها غير ضحك، وانا ما كذبت عليك في حتى شي حاجه من غير تصاوري، وانا يلا وليت كنبغيك داكشي باش ما قدرتش انني نصارحك. المهم بزاف ديال الهضره، لكن ما حاولش باش انه يقول لي نتلاقاو باش نشوف وجهه الحقيقي، غادي نرجع فحالي لخدمتي وكيف وصلت عنقت بنت عمتي بزاف حيتاش داكشي اللي كنت محتاجه. لا غد ليه في الخدمه كلشي تيشوفني ما هياش غير تنظر وتنبكي، حيتاش انا انسانه حساسه بزاف، كنظر وكنتفكر التفاصيل وكنبدا كنبكي، خصوصا وانه داك الوقت ما كنتش معمره قلبي وعقلي بربي. كانت شداني واحد التلافه وما قلتش بلي انا هادشي فيه خير ولا شفته ايجابي، كيبان لي بلي انا غير ضيعت راسي بكل حاجه خايبه كنت كندير، والذنوب وعقلي ولا يفكر بواحد الطريقه اللي هي وحده اخرى. وليت كنقول عندك يدير بتصوري شي حاجه اللي هي خايبه، عندك في الفيديو فاش كنت كنهضر معاه يكون تيدير شي حاجه، وعندك وعندك وعندك. دخلت في مطبات اللي هما كبيره وبزاف، لكن ما بلوكيتوش. مشيت هضرت مع ديك البنت اللي كنت دويتها من قبل على اساس انها كتجي، قلت لها عافاك ضروري بغيت ندوي معاك، فلان فين كتعرفيه؟ قالت لي راه كان الخليل ديالي. وديك الوقت فاش هضرتي معاه انتيا قال لي هو بلي انه راك غير كتلصقي فيه، كتقول لي بلي انه انا كنجاني مريض حيتاش انه تيبغي يشوف تصورك ولكن ما كيهضرش معاك وكيقنعك، وفي الاخير انت ما كتصوري منه حتى شي حاجه. قالت لي بلي انه قال لها غادي نصيفط لك شي فلوس وخرجيهم ليا بسميتك، وحيتاش هي كانت بعقلها بعدات منه عطاتو اتساع لان عرفته بلي انه مريض. من بعد غادي نعاود لها انا شنوطره وصيفط لها التصاور ديال فوكونط، ولكن ما تيقاتش بمعنى انه جا هذاك الشيء غريب. انا ما قدرتش نخرج من هذه الدوامه واخا دار فيا هذا الشيء كامل، دازت مده ورجعت كندوي انا وياه، بديت كنلومو حيت عندي بزاف ديال علامات الاستفهام في راسي. شويه بدا كيقول لي راه بشويه بشويه غادي يتبدل كل شيء، غادي نخليك تشوفيني. كان عند بالي بلي انه من بعد هذا الشيء كله غادي يكشف لي وجهه ولا يشرح لي علاش وكيفاش، لكن ما طرح حتى شي حاجه. نهار على نهار تنهضروا
وبديت كنبعد وصدق هو اللي تابعني. الحمد لله غادي نقطع عليه هذه مده دابا، ولكن انا اليوم مازال ما قدرتش نخرج من هذا الشيء. عاودت لكم قصتي باش انكم ما تغلطوش بحالي، وطلع لكم تصورته وبالفوكونت اللي داير، حيت ما عرفتش شحال من بنت طايحه في الفخ ديالو ليومنا هذا وانا تندوي معكم. اذا كنت انا وديك البنت هضر معانا، هذا معناه بلي انا والضحايا ديالو بزاف. البنات خصكم ضروري تستافدوا من تجربتي، بلي ان ربي عطانا الجسد ديالنا باش انا نقدسوه، ربي كرمنا باش نحافظوا على راسنا ماشي باش اللي جاي يضحك علينا. لو كان رجعت بيا ليام اللور ما كنتش نقدر نعاود اولا نتجرأ على شي حاجه بحال هكا. صراحه هذا الشيء مرضني بزاف، لكن غدا وكان تحسن ولله الحمد، نجحت وكنوجد الامتحان المحاماه ان شاء الله اللي كنتمنى انا نتفوق فيه، حيت هذا هو الحلم ديالي في الاول والاخير. البنات ما تثقوش، هذه حكايتي. وهذه كانت حكايه ريم. يا ساده يا كرام، اول مره غادي ندوز شي حكايه من هذا النوع، واول مره غادي نتجرأ وغادي نكشف لكم اسماء او الحقيقه نتاع بعض الاشخاص، لانه هذا الكون ضروري خاصني نفضحو. ربما شي حد يقدر فيه، ربما والله اعلم تقدر فيكم شي وحده تكون ضحيه ديالو او لا شي حد من الاقارب ديالكم، فخصنا نردوا البال من هاد الامور. ما كنعرفوش مع من كنهضروا من مورا الشاشات، واش راجل كبير، واش برهوش، واش شيطان، واش جن، واش الله اعلم. لكن انا سولت ريم كيفاش قدرات هاد المده كامله انها تهضر مع شخص مجهول، انها تثق فيه وتوريه راسها بدون ما انها تشوفه، لكن قالت لي كان الاقناع ديالو بواحد الطريقه اللي هي غريبه. ان شاء الله تكون هذه غير مرحله ودازت وامتحان وداز، ان شاء الله تنجحي في حياه كريم، وان شاء الله تحققي كاع اللي بغيتي وما تعاوديش نفس الغلط. انا كنقول من الاحسن انك تضربي على العلاقات، انت باقا مازال صغيره، مازال عندك فرص ديال انه فاش يجيك الشخص اللي هو مناسب لك. ركزي على حياتك، ركزي على النفسيه ديالك باش انها تحسن، وهذا الميساج للجميع ماشي غير لك بوحدك. فدمتم في رعايه الله وحفظه، خليو تعليق جميله لريم، ونقول لكم سلام سلام.